اللجنة العليا للانتخابات ورئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات مؤتمرا صحفيا لعرض رؤية تحليلية لانتخابات مجلس النواب 2015 والجهود المبذولة لإتمام الاستحقاق الانتخابي الأخير لخريطة المستقبل وتوضيح الجوانب المتعلقة بها. يشارك في المؤتمر مستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، ونذهب مباشرة إلى الهيئة العامة للاستعلامات حيث يعقد هذا المؤتمر الصحفي. والتخطيط اللجنة العليا للانتخابات بالفنيين والمهندسين في مجال الحاسب الآلي، ونفذت وزارة التنمية المحلية قرارات اللجنة العليا للانتخابات وأزالت الآلاف من الدعاية المخالفة، واستضافت الهيئة العامة للاستعلامات اللجنة العليا في مقرها وقدمت كافة المساعدات لها، فكان نتاج ذلك التعاون الجاد هذا المشهد الديمقراطي الذي خرجت به انتخابات مجلس النواب. وبدأت اللجنة العليا للانتخابات أعمالها من قبل الإعلان عن دعوة الناخبين للاقتراع العام في 31 أغسطس 2015 بشهور عديدة، فأعدت القرارات التنظيمية للانتخابات وعددها 97 قرارا ونشرتها جميعا في الجريدة الرسمية، ومنها أيضا ما هو منشور على الموقع الإلكتروني للجنة العليا مثل قرار الجدول الزمني للعملية الانتخابية وقرار توزيع الرموز الانتخابية وقرار القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وقرار تنظيم تصويت المصريين في الخارج وقرار ضوابط الدعاية الانتخابية وقرارات الكشوف الطبية وغيرها من القرارات التي ضبطت العملية الانتخابية ووضعتها في الأطر القانونية الصحيحة. وشهدت العملية الانتخابية بعض الإجراءات غير المسبوقة في الانتخابات البرلمانية، وكان لها أثر إيجابي ملحوظ رصده عدد من المتابعين الدوليين والمحليين، مثل تشكيل لجان حفظ الأوراق الانتخابية وإدخال البيانات على الحاسب الآلي فور الانتهاء من الإحصاء العددي في اللجان العامة، ووجود المراقب القضائي في بعض المراكز الانتخابية بالدوائر التي شهدت منافسات حامية، وطلبت بعثة جامعة الدول العربية تعميم هذا النظام على جميع المراكز الانتخابية في المستقبل. وكذلك أيضا أعدت اللجنة العليا للانتخابات الدليل الإرشادي للقضاة وعقدت الدورات التدريبية للقضاة والموظفين الإداريين على كافة الإجراءات الانتخابية. ولأن في كل تجربة إيجابيات وسلبيات، فكان أيضا في هذه الانتخابات ما لها وما عليها، ولكن لا ينكر أي منصف أن الإيجابيات أكبر وأعظم من السلبيات، وشهد بذلك المتابعون الدوليون قبل المحليين. وتوضح تحاليل النتائج التي أعدها السيد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الكثير من تفاصيل وملامح هذه الانتخابات، ولكن يهمنا أن نلقي الضوء على عدد من الأمور، مثل أنه جرى انتخاب 568 نائبا بإرادة شعبية حرة، فلأول مرة منذ فترة طويلة يأتي البرلمان بهذا العدد من النواب ومعبرا عن اختيارات الناخبين بحق، إذ اعتبرت هذه الانتخابات من أنزه 5 انتخابات أجريت في مصر إن لم يكن أنزهها على الإطلاق، على حسب ما انتهى إليه مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بجريدة الأهرام وعدد من المهتمين بالشأن السياسي. تنافس في هذه الانتخابات على كل مقعد في المرحلة الأولى أكثر من 11 مترشحا، وتنافس في المرحلة الثانية أكثر من 13 مترشحا على كل مقعد، أي متوسط المترشحين على كل مقعد في المرحلتين أكثر من 12 مترشحا. عكست نتائج الانتخابات وجود حراك في المجتمع وتغير في بعض المفاهيم السلبية، فرأينا المرأة والشباب يفوزون في المنافسات الفردية بأعداد قياسية غير مسبوقة. هذا مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل يوم واحد